صدق أصدق من قال، وصلى على نبي الأمي وسلم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف ركزت جهودها في تنمية وتطوير الجانب الدعوي بإعداد الأئمة والقراء والمبتهلين، كما طورت المساجد الأثرية والتي تمثل قيمة عظيمة في إرث هذا الوطن، إضافة إلى تطوير المساجد في مختلف أنحاء الجمهورية. كذلك العمل على تعظيم مقدرات عوائد الأوقاف مع كلمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، الحضور الكريم، يطيب لي أن أهنئ حضراتكم جميعا بذكرى مولد خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سائلا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العظيمة علينا وعليكم وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات. كما يسرني أن أهنئكم سيادة الرئيس وقواتنا المسلحة الباسلة بذكرى انتصارات أكتوبر، مؤكدين وقوفنا صفا واحدا خلف سيادتكم، مقدرين تلك الإنجازات العظيمة التي تحققت في ظل قيادتكم الحكيمة على أرض مصر في مختلف المجالات. وبعد، فقد تحدث القرآن الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا كاشفا عن عظيم مكانته وكريم أخلاقه، فقد زكى ربه عز وجل لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى معلمه فقال: علمه شديد القوى، وزكى خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكاه كله فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل، فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ونهى عن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مما يجب علينا التزام أقصى درجات الأدب عند الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحديث عن سنته المشرفة التي لا غنى عنها في بيان كثير مما أجمل في القرآن الكريم. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله: في أي آية من القرآن وجد أن الظهر 4 ركعات، وأن المغرب 3 ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، وأن السجود على هيئة كذا، أو بيان ما يجب تفصيلا في الصوم، أو ما يجب في الزكاة والحج، إنما جاء ذلك كله مفصلا قولا وعملا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. على أننا نفرق بوضوح شديد بين هذه الثوابت وبين المتغيرات التي قد تتغير فيها الفتوى بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال. فقد فتح نبينا صلى الله عليه وسلم باب الاجتهاد والتجديد في المتغيرات والمستجدات واسعا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل
يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وطبيعي أن هذا التجديد لا يكون إلا بالاجتهاد والنظر ومراعاة ظروف العصر وواقعه ومستجداته. كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أقر مبدأ الاجتهاد وفتح بابه واسعا لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين في حياته هو صلى الله عليه وسلم، فعندما بعث سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: يا معاذ، بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي ولا آل، أي ولا أقصر في البحث والنظر والاجتهاد والقياس. فلم يقل سيدنا معاذ لنبينا صلى الله عليه وسلم: إن لم أجد حكما في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنتظر أو أتوقف أو سأرسل إليك رسالة أو سأرسل إليك رسولا، ولم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، فأذن صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالاجتهاد في حياته هو فيما يعني لهم من المستجدات، بل ترك صلى الله عليه وسلم مساحة واسعة للاجتهاد والنظر قائلا لسيدنا معاذ بن جبل: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا المنطلق النبوي الشريف، وفي ضوء توجيهات سيادتكم المتتابعة بأهمية إعمال العقل في فهم صحيح النص قرآنا وسنة في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف، وأهمية بناء جيل من الأئمة قادر على التعامل مع مستجدات العصر وإشكالاته وتحدياته، فإننا قد عملنا على ذلك من خلال عدة محاور، من أهمها دورات التدريب والتأهيل المستمرة بالتعاون مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وأكثر من 20 جامعة مصرية والعديد من المؤسسات الوطنية، ومن خلال أكاديمية الأوقاف الدولية التي خطت خطوات واسعة نحو العالمية، فإلى جانب دورها الوطني في إعداد وتأهيل الأئمة والواعظات صارت قبلة العديد من دول العالم في تدريب الأئمة والواعظات والإعلاميين وغيرهم من المعنيين بقضايا الفكر الديني. مع حرصنا الشديد على التنوع الثقافي والمعرفي في برامجنا التدريبية والاستفادة من جميع التخصصات والخبرات العلمية، فالعمل الإفتائي في القضايا الاقتصادية والطبية والبيطرية والمناخية وشؤون الهندسة الزراعية والوراثية وغير ذلك من مفردات حياتنا ومستجدات عصرنا يحتاج إلى رأي أهل الخبرة والتخصص العلمي لتبنى عليه الفتوى. فالرأي الشرعي في القضايا العلمية التخصصية والحياتية المستجدة يبنى على الرأي العلمي ولا يسبقه. ونؤكد أن الرأي الإفتائي في القضايا المستجدة الطبية والاقتصادية والمناخية والعلمية يبنى على رأي أهل العلم والتخصص ولا يسبقه، وهذا ما نفهمه من قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل الاختصاص في كل علم، فنسأل الفقهاء في الفقه والأطباء في الطب والمهندسين في الهندسة وهكذا في سائر العلوم والمهن، فلا تناقض أبدا بين العلم والدين. وختاما أؤكد أن بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت فتحا عظيما للدين والدنيا معا، للدين والدنيا معا، وكان ميلاده صلى الله عليه وسلم ميلاد أمة وميلاد حضارة، ميلادا عظيما للإنسانية جمعاء. وهذا ما يلخصه أحمد شوقي في قوله: خططت للدين والدنيا، لم يقل للدين وحده، خططت للدين والدنيا علومهما يا قارئ اللوح بل يا لامس القلم، ويقول: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا.
تأكيد مقصود من شوقي الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشعاء يوم، يعني يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويوم زقاء مولده أيضا، يوم يتيه على الزمان صباحه، يوم يتيه على الزمان صباحه ومساؤه بمحمد والضاء، صلوا عليه وسلموا تسليما. واسمحوا لي سيادة الرئيس أن أقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع العاملين بالأوقاف نسخة كريمة من كتاب الله عز وجل، سائلا الله عز وجل أن يحفظكم وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله، ربنا يحفظك.